بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المحاضرة 17 اللي هي في قضية الأنيميا أوف كرونيك ديزيز والسيدروبلاستيك أنيميا. هنتكلم عليهم، ما هو الديفينيشن، ما هي الباثوفيسيولوجي، لاب دايجنوسيس والتريتمنت. تعالوا نبدأ بقضية اللي هي أنيميا أوف كرونيك ديزيز. ما هو تعريفها؟ تعريفها هي انيميا اسوشيتد وذ انفلاميشن. قد تكون هذه الانفلاميشن مثلا بكتيريا، قد تكون لمفوما، قد تكون اوتو اميون ديزيز، قد يكون روماتويد ارثرايتس واحده من الاوتو اميون ديزيز. اذا هي انيميا مرتبطه بالانفلاميشن، سواء كانت زي ما قلنا بكتيريال انفكشن او لمفوما او اوتو اميون ديزيز. طيب كيف الباثوفيسيولوجي حقها اللي هي الانيميا، انيميا اوف كرونيك ديزيز؟ اولا نتفق على في انها يوجوالي مايلد انيميا، الهيموجلوبين بيكون دائما بالغالب اكثر من 10 جرام بير ديسيلتر. كيف الباثوفيسيولوجي حقها؟ سهل جدا. الان حصل انفلاميشن، كرونيك انفلاميشن، عمليه الفاجوسيتيك سيلز زي عمليه الماكروفاج. طبعا لما يحصل انفلاميشن ايش اللي يحصل؟ لو مثلا بكتيريا انفكشن هتروح تعمل بروليفريشن، هذه البكتيريا تتكاثر وبالتالي تروح تعمل عمليه استهلاك للحديد. البكتيريا الماكروفاجز دي هتطلع برو انفلاماتوري سايتوكاينز. لما تروح تطلع برو انفلاماتوري سايتوكاينز هتروح للليفر، ولما تروح البرو انفلاماتوري سايتوكاينز للليفر، الليفر هيروح يطلع لاكتوفيرين. مش اتفقنا زمان ان الليفر بيروح بيطلع ترانسفيرين، بيطلع لاكتوفيرين. اللاكتوفيرين يروح ياخذ الحديد بدلا من الترانسفيرين اللي هو الناقل الاساسي للحديد. اللاكتوفيرين فين يروح يودي الحديد؟ يروح يودي الحديد الى ستورد في عمليه كفيرنتين، يروح الى المخازن يوديه. وهذه نقطه المشكله الكبيره. ليش؟ لانه قضيه انه قصده انه عاوز عمليه يحجز الحديد عن البكتيريا اللي تاخذه، فعاوز يروح على اساس يموت البكتيريا يروح يحجب عنها الحديد، فيروح يوديه بميكانيزم، لكن الجسم يتضرر من هذه الاشكاليه. فنقطه مهمه جدا. طبعا هنا في نقطه مهمه، ان الحديد المتخزن ده هو اساسا زي ما اتفقنا في الريتيكولو اندوثيليال سيستم، بمعنى اخر انه في البولمر وفي حديد، لكن حديد موجود في الماكروفيج قليل لا يفي بالغرض، لان الترانسفيرين هو اللي ينقل الحديد الاساسي. جميل، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، طبعا حيقل الترانسفيرين بالتاكيد. النقطه الثانيه، احنا اتفقنا انه لو حصل انفلاميشن الليفر بتروح بتطلع هيبسيدين، الهيبسيدين حيروح يقفل البوابه دي حق الفيروبورتين، فبالتالي مش حيطلع الفرس، حيخرج خارج، حيحجز عمليه الحديد. ودي واحده من اي انفلاميشن بتعمل عمليه برودكشن للهيبسيدين، وبالتالي حيقفل عمليه بوابه الفيروبورتين، وبالتالي ما فيش حديد. طبعا بالنسبه لقضيه انه اعراض بتكون رير بالنسبه للانيميا اوف كرونيك ديزيز. النقطه الثانيه المهمه انه اذا قل الحديد اكيد حيقل الهيم، وبالتالي حيقل الهيموجلوبين، وبالتالي حيكون في مايكروسيتك. لكن النقطة مهمة دي وحنناقشها، انها ممكن تبدا الانيميا اوف كرونيك ديزيز انها نورموسيتك نورموكروميك وبعدين تتحول الى ماكروسيتك مايكروسيتك. طيب كيف نعمل لها دايجنوسيس؟ سهلة جدا. هذا السكيم طبعا اللي قلنا عليه، حقنا السكيم حق المايكرو الماكروسيتك هايبوكروميك، انه في معنى ام سي في وام سي اتش وام سي اتش سي ناقصين. طبعا دي قضية، لما يكون الام سي اتش سي انكريز بيكون في ماركت انيسوبايكروسايتوزيس، الريتكس حتكون عالية، الهيرديتري حيكون ده هيرديتري بايروبيكروسايتوزيس. لكن الام سي في ام سي اتش ام سي اتش سي كلهم ديكريز ماكروسيتيك هايبوكروميك، نروح نشوف الريتكس حتطلع ريتكس لو، دي احتمال ايرن ديفشنسي انيميا، احتمال اللي هي انيميا اوف كرونيك ديزيز، واحتمال اللي هي سيدروبلاستيك انيميا. طلعت هاي زي ما قلنا كل عملية الثلاسيميا الميجر والهيموزايجس. طيب الان تعالوا نشوف الهيموجلوبين حيطلع ديكريز اكيد، والار بي سيز، والار بي سيز كمان حيطلع عمليه ديكريز. اذا الثلاثه دي انيميا، واحنا زي ما قلنا حيكون عمليه ديكريز ليس بالشكل الكبير. طبعا وانس انها طلعت انيميا زي ما اتفقنا نقرا الثلاثه الثانيين اللي هو الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي. طبعا ده ديكريز ماكروسيتك، وده ديكريز، وده هنا ديكريز، معناها ان في مايكروسيتيك هايبوكروميك. واحنا لا تنسوا اتفقنا انها ممكن تكون نورموسيتيك نورموكروميك، لكن تتحول الى ماكروسيتيك هايبوكروميك. بعدها نروح نشوف الار دي دبليو، حتطلع سلايتلي انكريز، حيكون في فاريشن في السايز لكن ليس كبير، حيكون في سلايتلي انكريز. بعدها نروح نشوف بلاد فيلم، ودي نقطه مهمه. طبعا في حاله اللي هي الكرونيك حيكون في ماكروسيتيك هايبوكروميك.
حنشوف الريتكس، الريتكس حتكون واطيه، حتكون لانه في هايبو اكتيف بول مارو. بعدها نشوف الايون بروفايل. الايون بروفايل هنا مهم جدا. احنا اتفقنا انه في الحديد في الايرن ديفيشنسي انيميا انه في ديكريز في الايرن، وبالتالي عمليه الليفر بتروح بتطلع باصات كثير اللي هو ترانسفيرين عشان ينقلوا حديد، فبالتالي التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي حيزيد، الساتوريتد ايرن كمان حيقل لانه ما في حديد، والسيرم فيرتين كمان حيقل. ولذلك بالنسبه للانيميا اوف كرونيك ديزيز السيرم ايرن اكيد قليل، التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي كمان حيكون عمليه قليل، الساتوريتد كمان حيكون قليل، ولكن كله لانه راح في المخازن، كله راح في المخازن، فبالتالي السيرم فيروتين اللي حيطلع انكريز. الحين النقطة المهمة اللي لا ننساهاش انه نعتمد على تو ماركرز الاساس، سيرم ايرن وسيرم فيروتين. في الايرن ديفشنسي انيميا حيكونوا السيرم ايرن ديكريز والسيرم فيروتين ديكريز، لكن في الايرن في الانيميا اوف كرونيك ديزيز حيكون السيرم ايرن ديكريز لكن المخازن عالية، السيرم فيروتين عالي. وبالتالي نعتمد على زي ما قلنا في هنا على تو ماركرز السيرم اير والسيرم فيرتين. السيرم اير حيكون اكيد ديكريز ولكن السيرم فيرتين حيكون عالي. طبعا التريتمنت بالتاكيد هي تريت ذا كوز، نعالج الانفلاميشن، نعالج الاساس يعني، هذا بالنسبه لقضيه التريتمنت. السيدروبلاستيك انيميا نفس الوضع، حنناقشها في الديفينيشنز والباثوفيسيولوجي واللاب دايجنوسيس وتريتمنت، وهي على فكره رير. السيدروبلاستيك انيميا لما نعملها ديفينيشنز سهله، هي عباره عن انيميا ديو تو ديفكت في البروتوبورفيرين سينسز، ففي ديفكت في البروتوبورفيرين سينسز فبالتالي حيحصل عمليه انيميا، حيحدث حاجه في البون مارو نسميها احنا رينج سيدروبلاستيك. رينج سيدروبلاستيك ما معناها؟ لان ما فيش بروتوبورفيرين فالحديد حيترسب على عمليه الخليه من خارج، فحيظهر ترسيبه زي عمليه الرينج، زي عمليه الخاتم. طيب الان احنا اتفقنا في معنى هيموجلوبين، وفيه هو عباره عن هيموجلوبين، الهيم هو عباره عن ايرن والجلوبين عباره عن بروتوبورفيرين. البروتوبورفيرين قل، فلما قل البروتوبورفيرين قل الهيم، فبالتالي قل الهيموجلوبين، ومن هنا نقول مايكروسيتيك انيميا. طبعا سيدروبلاستيك يعني في ايرن وفي بلاست في البون مارو زي ما قلنا، حيتحول لانه ما فيش بروتوبورفيرين، فالحديد اللي حيجي للخليه ما حصلش البروتوبورفيرين عشان يرتبط به، حيترسب على الجدار الخليه، ومن هنا نسميها رينجد سيدروبلاستيك. طيب الباثوفيسيولوجي حقه مهم جدا. طبعا هذه اللي امامكم الام يعني ميتوكوندريا، والسي معناها السيتوبلازم، والام معناها ميتوكوندريا. تعالوا نشوف ايش اللي يحدث بالضبط. هذه الانزيمات اللي لها دور في قضيه بناء البروتوبورفيرين. اول امر يجي الساكسونايل كو اي مع الجلايسين ويتحول الى الامينو اولفينيك اسيد، في وجود انزيم اسمه الامينو اولفينيك سينثيز بالاضافه للبي 6، كلهم حيحولوا الساكسونايل كو اي زائد الجلايسين حيحولوه الى امينو اولفينيك اسيد. بعدها الامينو اولفينيك اسيد حيتحول الى البروفوبولينوجين في وجود الامينو اولفينيت دي هيدريتيز. البروفوبيلينوجينز ده هيتحول الى هيدروكسي ميثايل بيلين في وجود عمليه البروفوبيلينوجين دي امينيز. الهيدروكسي ميثايل بيلين هيتحول الى عمليه اليورو بروفيرينوجين 3، واليورو طبعا في وجود انزيم اللي نسميه احنا اليورو بروفيرينوجين دي كاربوكسيليز. الكربو بروفيرينجين 3 حيتحول الى عمليه البروتوبورفيرين، وبالتالي البروتوبورفيرين في وجود الحديد حتتحول الى قضيه الهيم. لكم ان تتصوروا الان لو حصل عملية، طبعا تحول البروتوبورفيرين الى قضيه الهيم في وجود الحديد، ده عاوز انزيم اللي هو الفيروكالتيز اللي هو حيحول البروتوبورفيرين الى عمليه الهيم اللي هو في وجود الحديد. لكم ان تتصوروا الان لو حصل كونجينيتال في الانزيم ده اللي هو الامينو اولفينيت سينثيز، مش حيتكون عمليه اكيد طبعا السلسله كلها مش حيتكون الامينو اولفينيك اسيد، وبالتالي مش حيتكون البروتوبورفيرين. هذا واحد من الكوز لقضيه السيتروبلاستيك انيميا. طبعا هنا اكيد الان الحديد عمال موجود لكن ما في بروتوبورفيرين، فبالتالي حيزيد الحديد. هذه زي ما قدامكم الان شايفين، هذه في الميتوكوندريا، هنا عمليه البروتوبورفيرين هذا وقضيه الحديد حيجي، وبالتالي هنا في هيم
البروتوبورفرين مش موجود، فبالتالي الهيم حيترسب على عمليه البلاست الاريثروبلاست من خارج، ومن هنا سميت رينج سيدروبلاست. طيب لكم ان تتصوروا كمان هذه عمليه في البولمارو، شايفين عمليه هنا في حديد حديد، ما فيش بروتوبورفرين، حديد حديد فحيترسب، ولذلك شايفين كيف نشوفها هذه في البولمر، نشوفها رينجد سيدروبلاست بصبغه يسموها بروشن، البروشن بلو تصبغه ونشوفها زي الرينجد لان الحديد مترسب لان ما فيش بروتوبورفرين. بالنسبه لقضيه الكوزس للسيدروبلاستيك انيميا، في معنى كونجينيتال ديفكت وفي معنى اكواير ديفكت. الكونجينيتال ديفكت ديو تو ديفكت في الانزيم اللي هو الامينو اللوبينيت سينثيز، وهذا اكس لينكد. فايش اللي حيحصل؟ زي ما انتم شايفين في الصوره امامكم، ان الانزيم اللي يحول السكسينايل كو اي زائد الجلايسيل الى امينو اللوبينيك اسيد، الانزيم مش موجود، في ديفكت فيه، فبالتالي على طول البروسيس كل هذه حيحصل فيها ديفكشن، مش حتكون المركبات، وفي اخر حاجه مش حيتكون اللي هو عمليه البروتوبورفرين. ده بالنسبة لقضية الكونجينيتال. النقطة الثانية، الناس اللي عافانا الله وإياكم، احنا مسلمين الحمد لله، اللي هو الالكوهوليزم، الناس اللي بيشربوا دول اساسا الالكوهول هو بيعتبر سم للميتوكوندريا، بالاضافة انه يعمل كمان ديكريز لقضية الفيتامين بي 6، فبالتالي ده ممكن يؤدي الى سيدروبلاستيك انيميا. الليد بوزنينج اللي هو الرصاص كمان انهبت انزيمز في تكون البروتوبورفرين زي ما حنشوف. الان كيف يعمل يحصل عمليه الليد بوزنينج؟ اول امر انه الامينو اللي هو الامينو الوفينيت دي هيدريتيز ما قدرش يحول عمليه الامينو الوفينيك اسيد الى البروتوبورفولوجين، فبالتالي اكيد في النهايه مش حيتكون عمليه البروتوبورفرين. كمان الفيروكلتيز حيحصل فيه ديفكت في الليد، حيعمل ديفكت له، وبالتالي الانزيم ده مش حيقدر يحول البروتوبورفرين الى قضيه الهيم، مش حيحصل عمليه حيتكون عمليه البروتوبورفرين. النقطه الثالثه المهمه جدا، اي فيتامين دي، فيتامين بي 6 ديفيشنسي، طبعا ده يعتبر كو فاكتور فور انزيمز، فلو في ديفكت فيه ده امر مهم جدا. وعلى فكره ده مهم جدا في التوبركلوزس، لانه الدراجز اللي بتستخدم اللي هو الاين اتش دراجز بيعمل ده عمليه ديكريز في البي في البي 6، فقد يكون مرضى التي بي معرضين لقضيه الانيميا دي. اللاب دايجنوستس للسيدروبلاستيك انيميا، طبعا ده السكيم حقنا اللي اتفقنا عليه، انه احنا معنا ام سي في، ام سي اتش، ام سي اتش سي ديكريز، في معنا مايكروسيتيك هايبوكروميك، نشوف الريتكس، الريتكس قليل واطيه، احتمال معنا ايرن ديفيشنسي انيميا، معنا انيميا في كورنت ديزيز، معنا سيدروبلاستيك انيميا، الريتكس عاليه، معنا الثلاسيميا والهيموزايجس الهيموجلوبين. طبعا احنا اتفقنا على الثلاثه حقنا دول، الهيموجلوبين ديكريز والار بي سي ديكريز والهيماتوكريت ديكريز. انيميا، نروح ننتقل للثلاثه الثانيين اللي هم الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي، دول ديكريز كمان ماكروسيتيك، وديكريز هنا وديكريز معناها هايبوكروميك. اكيد الار دي دبليو بالتالي حيحصل عمليه فيها انكريز الار دي دبليو، البلاد فيلم حنشوف عمليه في انيسوسايتوز زي ما انتم شايفينها تماما في السيدروبلاستيك انيميا، الريتكس اللي هنا حتحصل عمليه ديكريز في الريتكس بالتاكيد. كيف نعمل كونفرماتوري تيست بالنسبه للسيدروبلاستيك انيميا؟ بالايرن بروفايل بالتاكيد، السيرم ايرن هنا عالي، في معنا حديد، حديد مش مهم، لكن الحديد ده للاسف الشديد موجود خارج لانه ما حصلش بروتوبورفرين، فالحديد عالي. طبعا هو في البول مارو، لكن بالتاكيد الحديد ده اللي موجود داخل الميتوكوندريا في البول مارو حيكسر الميتوكوندريا، وفي النهايه حيخرج عمليه لعمليه السيركوليشن. التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي حيكون كمان قليل، لانه عمليه الحديد اللي معاي حديد بالنسبه لي بشكل كبير موجود، هو موجود طبعا في البول مارو، فبالتالي التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي حيكون عمليه ديكريز. الساتوريتد حيكون انكريز هنا، لانه الحديد اللي موجود حيشغل كل عمليه الباصات دي، حتمتلئ بشكل كبير، فبالتالي الساتوريتد حيكون عالي. السيرم فيريتين حيكون عالي بالتاكيد، المخزون اساسا ملان بشكل كبير. في واحده من الكونفرماتوري تيست اللي هي بول مارو بايوبسي، ونعمل عمليه صبغه بالبروشن بلو، حنشوف بشكل واضح الرينجد سيدروبلاست.
طبعا هنا زي ما قلنا في قضيه لما نقارن الان ديفشنسي انيميا السيرم ايرن ديكريز والتوتال ايرن بايندينج كاباسيتي انكريز والايرن ساتوريتد ديكريز والسيرم فيريتين انكريز ديكريز. لكن في السيدروبلاستيك انيميا السيرم ايرن حيكون عالي لكن التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي حيكون منخفض، الايرن ساتوريتد حيكون عالي والسيرم فيريتين عالي. واحنا زي ما قلنا نروح نشوف السيرم ايرن ونشوف السيرم فيريتين. السيرم ايرن السيرم في الايرن ديفشنسي انيميا قليل طبعا ما في حديد، وسيرم فيريتين قليل كمان لانه ما فيش في المخازن، لكن السيدروبلاستيك انيميا السيرم عالي والمخزون عالي. اهو زي ما انتم شايفين دي واحده من الاشياء وهي الاساس اللي نعملها في قضيه في التشخيص. بالتاكيد هنا في السيدروبلاستيك انيميا كلاهما عالي، السيرم ايرن عالي والسيرم فيريتين عالي. طبعا لما نقارن بين الثلاثه الان بالتاكيد السيرم ايرن في الايرن ديفشنسي انيميا قليل، التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي كمان عالي، الساتوريتد قليل والسيرم فيريتين قليل. بالنسبه للسيدروبلاستيك انيميا اللي هو السيرم ايرن عالي والتوتال ايرن بايندينج كاباسيتي قليل والايرن ساتوريتد عالي وكمان السيرم فيريتين عالي. في الانيميا في كرونيك ديزيز الحديد قليل، السيرم ايرن قليل، التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي قليل، الايرن ساتوريتد قليل والسيرم فيريتين اللي هو عالي. طبعا احنا زي ما قلنا الان نعتمد على تو ماركرز اللي هم سيرم ايرن وسيرم فيريتين. زي ما انتم شايفين كيف انه الان في الايرن ديفشنسي انيميا سيرم ايرن قليل والمخزون قليل، في الانيميا في كرونيك ديزيز السيرم ايرن قليل والمخزون عالي. في السيدروبلاستيك انيميا الايرن عالي والمخزون عالي. كيف نعمل تريتمنت؟ طبعا فيتامين بي 6 واحده من الاشياء المهمه جدا، اكيد ممكن يعملوا بلاد ترانسفيوجن اذا في سيفير انيميا. طبعا العلاج حقها هنا بالبون مارو ترانسبلانتيشن. كنت معكم فيما مضى في عمليه الانيميا في كرونيك ديزيز والسيدروبلاستيك انيميا. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.